بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ اليوم أولى لقاءنا في مقرر مبادئ اقتصاد كلي الفصل الدراسي الصيفي 141. بإذن الله تعالى إن شاء الله هنتكلم النهاردة يعني كمراجعة سريعة لأهم الموضوعات في الاقتصاد الجزء أو مقدمة في علم الاقتصاد. طبعا في بعض الاقوال او المقولات بنسمعها يوميا او بعض المصطلحات بنسمعها بشكل يومي سواء من خلال الاذاعه او التلفزيون او حتى على صفحات النت او صفحات الجرايد مثل التضخم البطاله الناتج المحلي الاجمالي الادخار كل دي عباره عن ايه؟ مصطلحات بتدخل في مجال دراستنا او يعني البعض ما عندوش خلفيه عنها وبحكم ان احنا كمتخصصين بنسمعها وما فاهمين معناها ازاي. وبالتالي نوت هذه المصطلحات او هذه الالفاظ او المصطلحات ترجع الى سامعنا بتدخلنا او بتخلينا نجاوب على سؤال لماذا ندرس علم هنا ايه الاقتصاد. بنجد هنا شبهنا عند علم الاقتصاد او الاقتصاد بصفه عامه بيرتبط بحياتنا اليوميه سواء هذا الامر كان بشكل مباشر او غير ايه مباشر وله دور هام ايه في حياتنا. اذا هنا الاقتصاد هو امر يتم مواجهتنا بيه او بيرتبط بحياتنا اليوميه سواء بشكل مباشر او غير مباشر، مثلا الشخص اللي بيتعامل في البورصه او في التجاره بنفس بشكل مباشر بيرتبط بيه. ممكن انت كشخص عادي القرارات اللي بتتخذها الحكومه او مثلا القرارات اللي بتتم تقوم بها شركه ما هينعكس عليه على قراراتك انت او على مستوى حياتك. اذا هنا هيرتبط بشكل مباشر بالانسان. ايضا نجد هنا ان الاقتصاد له دور هام لمعالجه المشاكل الاقتصاديه المختلفه. يعني بصفه عامه هنا المجتمعات بتواجهها العديد من المشاكل الاقتصاديه. وبالتالي لابد من وجود اسس ونظريات اقتصاديه يتم استخدامها لعلاج تلك المشكلات وايجاد حلول لتلك المشكلات. سواء كان هذه المشكله بتواجه الشخص على المستوى الفردي او على مستوى المجتمع ككل او مستوى العالم. يعني ممكن يكون عندي انا مشكله اقتصاديه مشكله فرديه على يعني مستوى هنا الفرد، ممكن على مستوى الدوله بس مشكله هنا ايه على مستوى الاقتصاد القومي او الوطني، او ازمه ماليه عالميه زي ما شفنا هيبقى على مستوى هنا ايه العالم. كل هذه الامور بتحتاج الى بعض الاساسيات والنظريات في علم الاقتصاد هنا ايه للتعامل معها وايجاد انسب حلول ايه لمواجهه تلك هنا ايه المشاكل. كيف تأتى لنا هذا من خلال دراسة علم الاقتصاد؟ فهي بتساعدنا على فهم الظروف المحيطة بنا. يعني مثلا دلوقتي أنا إيه لو إحنا دارسين علم الاقتصاد فوجدنا إن في مثلا مشكلة ما في سلعة، أكيد هنتوقع إن سعرها هيرتفع. نتيجة هنا في طلب متزايد عليها أو نتيجة نقص العرض فيؤدي إلى إيه؟ إلى ارتفاع سعر هذه السلعة. فنتيجة لدراستنا لعلم الاقتصاد وعندنا خلفية ممكن نتوقع باتجاه هذه الأسعار. انت كشخص مثلا يدخل ايه رغبه انه يدخل مضارب في البورصه ممكن هو يتنبا باتجاه السعر من خلال مثلا تتبع حركه السهم في البورصه والكميات المطلوبه المعروضه عليه. مثلا ان احنا قاعدين كده وبنشاهد الشاشه ووجدنا ان عدد الكميات المطلوبه من هذا السهم اكثر تفوق على الكميه المعروضه، فاكيد اتوقع ان السعر هنا هيرتفع. او مثلا ياتي الى اسمعنا مثلا ان في قرار هيتخذ ما هينعكس بتاثير ايجابي على هذه الشركه يبقى سعر السهم هيرتفع، او هينعكس بتاثير سلبي يبقى سعر السهم المالي هنا هينخفض. اتسبب هذا الامر خلينا دراسه العلم هنا ايه؟ الاقتصاد. يبقى انا دراسه علم الاقتصاد هتفهمني ايه اللي بيدور حواليا وايضا هتمكني من التنبؤ بما قد يحدث في الايه؟ بما قد يحدث في المستقبل بصفه عامه تتعلق بالامور هنا الاقتصاديه. طب لكن عندنا في ما يسمى هنا المشكله الاقتصاديه او اسباب ظهور المشكله الاقتصاديه هنا، بنجد هنا ان اسباب ظهور المشكله الاقتصاديه لعدة سببين، هي التعدد وتشعب الحاجات الانسانيه، وهذه الحاجات تنقسم الى حاجات اساسيه وحاجات ضروريه وحاجات كده ايه كماليه. يبقى اذا عندنا هنا اسباب ظهور المشكله الاقتصاديه الى امرين. الامر الاول
هي التعدد وتشعب الحاجات الانسانيه. الامر الصناعي عندنا ايه؟ ندره الموارد الاقتصاديه المتاحه في المجتمع لاشباه هذه هنا ايه الحاجات. اذا عندي هنا المشكله الاقتصاديه تظهر ازاي هنا؟ لامرين، ان انا في هناك حاجات انسانيه متعدده ومتجدده، والموارد الاقتصاديه المتاحه لاشباعها مالها تتصل بالايه؟ بالنظر. طبعا هنا بنجد ايضا عشان اقول ان هذا المورد اقتصادي لابد ان ايه متفق ثلاث شروط. شروط، الشرط الاول ان تكون هناك الندره، وهي مقصود بالندره هنا ايه؟ الندره النسبيه. الامر الثاني هنا وجود ثمن لذلك المورد، ثم الامر الثالث عندي ارتباط الحصول على المورد بجهد ووقت ايه ومال. يبقى اذا اي مورد عشان يصنف على انه مورد اقتصادي، احنا عندنا الموارد يا شباب ممكن تصنفها حاجتين، موارد حره موارد هنا اقتصاديه. المورد الحر اللي هو بنحصل عليه بدون مقابل او بدون مجهود زي الشمس والهواء، ده يعتبر بالنسبه لنا هنا مورد. اذا المورد اللي جاي اطلق على المورد انه مورد اقتصادي، لابد من ايه؟ من طبق الثلاث شروط. الشرط الاول ان هذا المورد يختص بالايه؟ بالندره او المحدوديه النسبيه. الشرط الثاني هو وجود ثمن لذلك المورد، ثم الشرط الثالث ارتباط الحصول على المورد ايه؟ بجهد او ايه؟ او وقت او مال عشان احصل على هذا المورد، يا اما قبل المجهود هو وقت او ابذل هنا ايه؟ او ابذل هنا ايه؟ مال. بالنسبه لتعريف علم الاقتصاد هنا بنجد هنا ان هناك العديد او هناك اكثر من تعريف لعلم الاقتصاد تختلف ايه فيما بينها، سواء من ناحيه اللفظ او التعبير، ولكنها ايه تتشابه جماعها في من حيث الصوره وهو المضمون. يعني انا ممكن اضع تعريف بصيغه معينه، شخص اخر يضع تعريف بصيغه ايه اخرى. بدل ان هذه التعريفات على الرغم من اختلاف اللفظ او التعبير المستخدم في التعبير عن مفهوم علم الاقتصاد او تعريف علم الاقتصاد، الا ان ايه؟ جميعها تشترك في الجوهر والمضمون. فمثلا نجد ان البعض يعرف علم الاقتصاد بانه هو احد العلوم الاجتماعيه الذي يهتم اساسا بالطريقه التي يوظف المجتمع بها موارده الانتاجيه النادره لتحقيق اهدافه الاقتصاديه المتعدده. هذه هنا ايه تعريفه؟ يبقى علم الاقتصاد هو احد العلوم الاجتماعيه الذي يهتم اساسا بالطريقه التي يوظف المجتمع بها موارده الانتاجيه النادره لتحقيق اهدافه الاقتصاديه المتعدده. ده احد التعريفات. تعريف اخر هو احد العلوم الاجتماعيه الذي يدرس السلوك الانساني من حيث التوزيع الامثل للموارد الاقتصاديه المحدوده على حاجات المجتمع غير هنا المحدوده. ادي تعريف اخر. في تعريف ثالث انه علم اجتماعي يبحث الاستخدامات المتعدده للموارد المحدوده لانتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك بين افراد المجتمع وبين الحاضر والايه والمستقبل. في عندي تعريف رابع بانه هو العلم الذي يدرس السلوك بين الحاجات البشريه غير المحدوده والموارد الاقتصاديه النادره التي لها ايه استعمالات ايه التي لها استعمالات بديله. يبقى احنا كتبنا ورقات تاني وركزنا، انا كده ذكرنا اربع تعريفات. في تعريفات تانية مثلا هو العلم الذي يدرس كيفية اتباع حاجات الانسان المتعددة من الموارد المحدودة. فانا عندي هنا ايه عدة تعريفات، كل تعريف هلاقي ايه الصيغة بتاعته مختلفة من شخص ايه لاخر. لكن لو ركزنا شوية هنلاقي جماعة ايه تشترك ايه في المضمون او في الدور، وهو ان هناك حاجات انسانية او بشرية مالها غير محدودة، يعني فيها كثرة متجددة. الجزء الثاني هو ايه؟ ان هناك موارد اقتصاديه مالها لاشباع تلك الحاجه. يبقى وتتصل بما ايه؟ تتصل بالنظره. يبقى اذا عندنا هنا جميع هذه التعريفات بالرغم من اختلاف صياغتها والفاظها الا انها تشترك في الايه؟ في الجوهر والمضمون، وهو ان هناك حاجات انسانيه وموارد اقتصاديه. الحاجات الانسانيه مالها هنا هو تتصل بانها متعدده ومتجدده، بينما الموارد الاقتصاديه تتصل بانها ايه؟ محدوده. وبالتالي دوت من خلال التعريفات الخاصه بعلم الاقتصاد او هذا التعريف التالي بان هو العلم الذي يدرس كيفيه اشباع الحاجات الانسانيه من الموارد المتعدده من الموارد المحدوده. فبجد عندي هنا ايه ده يوصلني الى ايه؟ الى جوهر او المشكله الاقتصاديه. فالمشكله الاقتصاديه ناتجه عن ايه؟
نرجع ان هناك حاجات انسانيه متعدده يتم تلبيتها عن طريق هنا ايه؟ موارد اقتصاديه تتصف بالندره النسبيه. وهذه الموارد او انها نظرا انها محدوده اتوقع انها ايه تكون نادره، وهذه الندره هتؤدي الى الاختيار، والاختيار هترتب عليه ما يسمى تكلفه الفورتبيلتي. يعني ايه شب الندره تؤدي الى الاختيار؟ احنا اتفقنا ان انا عندي الموارد مالها محدوده والحاجات البشريه مالها متعدده ومتجدده، ففرضا انا عندي خمس او ست احتياجات والمورد المتاح لاشباعهم ايه قليل، فبعمل ايه؟ فابتدي ارتب هذه احتياجاتي وفقا للاولويه، يبقى الحاجه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، وبالتالي طالما هحتاج هاخد المورد ده لاشباع رغبه يبقى انا عملت ايه؟ ضحيت بايه؟ اختاره. وهذا الاختيار ماذا يعني ضمنيته؟ ان انت اخترت شيء وتركت شيء اخر. يبقى عندنا الاختيار معناته انت ايه بالفاضل بين ايه مثلا بين امرين او ثلاثه او اكثر. فطالما اخترت ان انت ايه فضلت من اكثر من شيء او اكثر من نقطه. طالما اخترت بس خدت حاجه وسبت الايه الاخرين. اخترت اشباع رغبه ما وتركت باقي ما الرغبات. لماذا؟ لانك لان الموارد مالها محدوده. هذا الاختيار هترتب عليه هنا ايه ما يسمى تكلفه الفرصه ايه البديله. يبقى اذا عندنا مره اخرى يا شباب المشكله الاقتصاديه نرجع عن ايه؟ ان هناك حاجات بشريه متعدده ومتجدده وان الموارد الاقتصاديه مالها محدوده. وهذه المحدوديه في الموارد هتؤدي الى الندره، والندره تؤدي لايه؟ الاختيار، والاختيار يؤدي لايه؟ الى ظهور تكلفه الفرصه ايه البديله. نأتي إلى مجال الاقتصاد الكلي أو مجال دراسة علم هنا الاقتصاد. احنا عندنا بيتناول هنا الاقتصاد الكلي بيتناول أو يتعرض إلى بعض الأمور تهم هنا جميع أفراد المجتمع. إذا عندنا هنا الاقتصاد الكلي عندنا مجال دراسة هو الموضوعات التي تهم أفراد المجتمع. في ضوء هذه الدراسات الاقتصادية نتحدد هنا قدر الأفراد على الاستهلاك ومدى استطاعتهم مع تحديد اوضاعهم ايه؟ المعيشيه. عندنا امور متعلقه باستهلاك الافراد، هذه الموضوعات ما لها تنعكس عليه قدره الافراد، هل لديهم القدره في اشباع رغباتهم وتحسين اوضاعهم المعيشيه ام لا؟ ايضا هيتعرف عليه هنا على تاثير، ايضا يمكن التعرف على تاثير ارتفاع مستوى الناتج القومي في ضوء الاوضاع الاقتصاديه والاسعار والاجور وامور اخرى ايه كثيره. طيب فاكر ان انا عندي هنا بالتركيز على الاقتصاد الكلي في مجموعه يمكننا ايه نلخص او نوجز اهم الموضوعات التي يهتم بها علم هنا ايه الاقتصاد. بدايه احنا عندنا لما نيجي نتكلم هنا في الاقتصاد نتكلم على هنا ايه؟ على هنا الايه؟ اقتصاد كلي واقتصاد هنا جزء. لما نيجي نتكلم هنا على الاقتصاد الجزء هنا مش هنا اقتصاد جزء ايه؟ او بتعريفه ان هو بيهتم ايه بدراسه سلوك وحاجات القرار الاقتصادي. احنا عندنا هنا وحدات القرار الاقتصادي اللي هم من هنا مقصود بها المنتج والمستهلك. بعدين هنا سلوك وحدات القرار الاقتصادي هو من المنتج والمستهلك. فاي دراسه لسلوك وحدات القرار الاقتصادي سواء كمنتج او مستهلك من معني بها هنا؟ معني بها هنا ايه؟ الاقتصاد الجزئي او التحليل الجزئي. بينما عندي الموضوعات التي تركز على الاقتصاد القومي او هي مجال دراسه الاقتصاد الكلي تتمثل ايه في ميادين او في بعضها ميادين او امر ايه اللي هو تحليل. اذا واحد بيتكلم بندرس او نحلل المتغيرات الاقتصاديه الكليه. ما هي المتغيرات الاقتصاديه الكليه؟ زي عندي هنا الناتج الكلي اللي بقول هنا الناتج الكلي المملكه مثلا تريليون ريال. يبقى انا ايه؟ يبقى انا بتكلم في ايه هنا؟ يبقى انا هتكلم على اقتصاد كلي. ايضا كمصطلح اخر او مرادف له الدخل القومي. يبقى انا ايه؟ في مجال هنا ايه؟ احد المتغيرات الاقتصاديه الكليه. لو انا قاعد اتكلم على مستوى العماله في المملكه، عدد العمال، يبقى انا بتكلم على هنا ايه؟ مستوى الناتج هنا ايه؟ بتكلم على اقتصاد كلي. بتكلم على هنا المستوى العام للاسعار. يبقى ده مجال موضوع اقتصاد كلي. نتكلم على المستوى العام للاجور اللي كل ايه متغيرات اقتصاديه كليه. اذا كان حديثنا هنا او دراستنا
منطبق على دراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج الكلي أو الدخل القومي أو العمالة أو مستوى الأجور أو مستوى العمل الأسعار، فالكل هنا إيه؟ مجال دراسة الاقتصاد الكلي. أيضا عندي هنا من أجل هنا أن موضوع الطلب الكلي أو يتناول الطلب الكلي اللي هو تمثل في الإنفاق. ها؟ جعل هنا إيه؟ المجالات التي معني بها إيه؟ الاقتصاد الكلي. أيضا عندي هنا نجد هنا أن الاقتصاد الكلي معني هنا إيه؟ بدراسة هنا إيه؟ الطلب الكلي في المجتمع اللي هو هيعبر عنه إيه؟ في الإنفاق الكلي. أيضا عندنا تناولنا للعرض الكلي اللي هيتمثل فيه في النادي الكلي، يبقى هذا إيه؟ مجال أو أحد الموضوعات التي يهتم به علم الاقتصاد الكلي. من خلال دراسة الطلب الكلي والعرض الكلي وكيفية تحديد الدخل التوازني، يبقى إحنا إيه؟ مجال دراستنا في ايه؟ في الاقتصاد هنا ايه؟ الكلي. اذا عندي هنا الاقتصاد الكلي من ضمن المجالات التي يدرسها الطلب الكلي والعرض الكلي وكيفية تحديد التوازن بينهما، وكيفية تحديد الدخل هنا ايه؟ التوازن. ايضا عندنا من خلال دراساتنا للمشكلات المتعلقة بالتضخم او البطالة او كلاهما يعني، فاحنا ايه؟ بنفعل ايه؟ تقديم الحلول الاقتصادية لأحد المشاكل الاقتصادية التي تواجه المجتمع، اللي هي مشكلة البطالة والتضخم. ودي أيضا من الموضوعات التي يهتم بها الاقتصاد الكلي أو مجال دراسة الاقتصاد الكلي. أيضا الموضوعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وعلاج مشكلة ميزان المدفوعات أو ميزان المدفوعات بشكل عام. دي أيضا من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الكلي. ثم أيضا عندنا هنا دراسة الدور أو الوسيلة للدولة التي تتناول بها علاج السياسات النقدية والمالية والتي متعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، هي أيضا من الموضوعات المعني بها دراسة علم الاقتصاد أو الاقتصاد الكلي تحديدا. إذا مرة شعرنا هنا الاقتصاد الكلي معني هنا بالمسائل المتعلقة بجميع أفراد المجتمع. زي قلنا إننا دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج والدخل القومي ومستوى العمالة والبطالة والأجور. أيضا عندي هنا بتناول الطلب الكلي، هنا المشكلة المتعلقة بالإنفاق الكلي والعرض الكلي والتوازن بينهما. ثم أيضا المشكلة المتعلقة بالتضخم والبطالة والنمو الاقتصادي وميزان المدفوعات. أيضا هنا دراسة دور الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق أن تدخلها بمستخدمة السياسة المالية أو السياسة النقدية بهدف أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي. هذه جميعها موضوعات متعلقة بالاقتصاد الكلي، وسوف نتناولها إن شاء الله تعالى خلال المقرر بتاعنا. طيب دلوقتي هنتكلم عن بعض المفاهيم اللي احنا بنستخدمها بشكل مباشر او غير مباشر في علم الاقتصاد. اول مفهوم وهو استخدام التجريد. هنا المقصود هنا بالتجريد هنا محاوله هنا تبسيط الامور شويه، او ان احنا بنحاول نركز على بعض العناصر. زي ما احنا درسنا في الاقتصاد الجزئي العلاقه بين الكميه المطلوبه وسعر السلع وعوامل اخرى. ففي بحثنا لتأثير هذه العوامل على الكمية المطلوبة كان يتعرض أنا دراستها مرة واحدة، بمعنى آخر إن أنا عاوز أشوف تأثير سعر السلع على الكمية المطلوبة. لما السعر بيزيد أو بيقل كنا بنفترض هنا كنا بيتم افتراض مع بقاء العوامل الأخرى على حالها. فهنا افترض هنا افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها مطلوب هنا التجريد، إحنا بنحاول نركز على عنصر ما دون بقاء العناصر الأخرى. وبالتالي عشان اركز على هذا العنصر لابد ان انا افترض هنا تغيرات العوامل الاخرى. فكنا شايفين مثلا او نعلم ان هناك علاقه ما بين الكميه المطلوبه وسعر السلعه دخل المستهلك اذواق المستهلكين وهكذا. لبحث تاثير السعر فقط كنا نفترض هنا ان كميه البقاعات عملها ثابته. ايضا عندنا استخدام النظريه. فعندنا النظريه ما هي الا تبسيط لبعض العلاقات. ماشي؟ زي قلنا نظريه الطلب. في نظريه الطلب علاقه بين الكميه المطلوبه ومجموعه من العناصر، او هناك علاقه عكسيه بين سعر السلعه والكميه المطلوبه. دي اسمها نظريه. فانا بلجا لهذا الامر عشان برضك احاول اجد مجموعه من العلاقات
اقدر اتعامل معاها واشوف لها هنا ايه الحلول وتاثيرها على بعض، هذه العمل على بعض هنا ايه البعض. فتكون النظريه بتنطبق على كافه على ظهر ما بشكل واضح. ها وطبعا كل نظريه بتكون لها ايه مجموعه من ايه من الاستثناءات او بعض الايه الاستثناءات البسيطه. ثم عندنا كان مفهوم اخر وهو استخدام النماذج الاقتصاديه. فانا عندي هنا النموذج الاقتصادي هو محاوله تجسيد مبسط لبعض الظاهره الاقتصاديه. زي قلت عندنا ايه داله الطلب. داله الطلب ده نموذج اقتصادي. انا بحاول ابسط العلاقه بين ايه؟ بين الكميه المطلوبه وسعر السلع. او داله الدخل او داله الاستهلاك. دي بحاول ابسط العلاقه بين الدخل والاستهلاك وهكذا. ده اسمه ايه؟ نموذج اقتصادي. ان انا بحاول ابسط العلاقه بين مجموعه من هنا ايه؟ الظواهر. بس اعرف احدد التاثير المتبادل بينهما. طب هذا النموذج ايه قد يكون هنا شكل معادله زي ما قلنا داله الطلب او رسم بياني او شكل وصفي. فانا دلوقتي قلت هناك علاقه عكسيه بين الكميه المطلوبه وسعر السلع منها مع بقاء العمل الاخرى على حاجه ده شكل هنا ايه؟ وصفي. او داله الطلب بقول ان الكيو دي بتساوي الايه ناقص البي في البي ده شكل معادله. او ارسم منحنى الطلب ده شكل هنا ايه؟ بياني. ثم عندي ايضا ما يسمى عندنا استخدام الافتراضات. فانا عندي هنا في علم الاقتصاد بجد ايه في مجموعه من الافتراضات. اي نظريه لابد ان يكون لها ايه افتراض. فمن اهم الافتراضات اللي بنتناولها ايه فرضيه بقاء الامور على ما هي عليه او بقاء ايه العوامل الاخرى منها ثابته. هنا المقصود بهذه الفرضيه ان انا احاول ابحث تاثير عنصر واحد دون بقيه العناصر. فبقى هي فرضية العوامل على ما هي عليه هنا هدف ان ايه التبسيط وتجديد الواقع وعزل بقية تأثير عامل الأخرى على ايه على ايه على ايه على أحد الظواهر. ثم عندنا فرضية ان ايه الرشد الاقتصادي. هي المفروض بفرضية الرشد الاقتصادي هنا ان المنتج أو الفرد سواء كان منتج أو مستهلك بيتمتع برشد اقتصادي. يعني ايه يتمتع برشد اقتصادي؟ ان هو بيسعى إلى تعظيم مصلحته. ليه لا تنتقل ايه ينقلنا للفرد التالي فرضية السعي الى التعظيم. يعني هنا كل فرد يتمتع برشد اقتصادي ويسعى الى تعظيم ايه مصلحته او منفعته. بس فالفرد اذا كان مستهلك يسعى الى تعظيم منفعته واذا كان منتج يسعى الى تعظيم هنا ايه الربحيه الخاصه به. ايضا عندنا ايه هنا بنفرق ما بين مصطلح الرصيد والتدفق. عندنا ايه مصطلح الرصيد والتدفق او مفهوم الرصيد ومفهوم هنا عندي التدفق. التدفق او ممكن نقول عليه التيار هو عباره عن ايه هو تغير بالزياده او النقصان. فانا عندي هنا كلمه تغير يا شباب تعني زياده او نقصان. هو ايه ده انا دخلي اتغير يا اما زاد يا اما انخفض او وزني اتغير يا اما الوزن زاد يا اما الوزن ماله هنا قل. فكلمة تغيير تعني ايه زيادة او ايه او نقصان. طبعا احنا فهم التغيير بنربط منها الرياضية بايه برمز المثلث اللي بنسميه الدلتا. اوكي؟ فإذا عندي التيار أو التدفق هنا يتغير بالزيادة أو ايه أو النقصان خلال فترة زمنية معينة. لكن عندنا مثلا في موسم الأمطار ماشي؟ فتيار المياه أو المية المتدفقة عبر النهر مالها؟ تتغير. يا بتزيد يا بتقل في موسم الامطار بتزيد مثلا في عدم موسم الامطار ما لا بتقل فاسمه عندنا ايه تيار. خلاص؟ طيب الرصيد عباره عن ايه؟ هي الكميه الثابته في وقت معين. يعني انا تمكنت بناء على هذا الميه المتدفقه والمياه المتدفقه قدرت ان انا احصرها او اجمعها في حته ما يبقى عندي كميه محتاجه قد ايه؟ كم متر؟ يبقى تسمع عندنا ايه؟ ده الرصيد. طيب لو خدنا ده وصلنا ده عن المفهوم الاقتصادي. فانا يعتبر عندي الاستثمار هو عباره عن ايه؟ هو التغير في رصيد راس المال. انا عندي بستثمر انا قبل النهارده كنت صاحب مشروع فدلوقتي دقيت مثلا 100,000 ريال على اول كمان بعد فتره سحبت من 100 سحبت 20 لا بعدها زودت 30 لو خفضت 10 اسمه عندي ده استثمار بيزيد او بيقل. اذا عندي استثمار عباره عن ايه؟ هو التغير في رصيد راس المال. بينما عندي هنا الرصيد بقى هيمثل مين هنا اللي هو راس المال نفسه اللي هو بنسميه التراكم الراس المالي او ايه زي استثمار السلع والخدمات. اوكي؟ طيب يبقى اذا عندنا راس المال المجتمع هيزيد عندنا ايه او راس المال بيزيد ايه كلما زاد التدفق هنا ايه الراس المالي وبيقل كلما ايه قل التدفق هنا ايه الراس المالي. ثم عندنا ايه مفهوم الدخل ايه والثروه. يمكن ايضا
وفقا الدخل عباره ايه؟ دخل الشهر ده الراتب، مثلا ممكن يكون الدخل عباره عن راتب، عائد استثمار في شركه ما، ايجارات بتحصل عليها، الاسم كل عند الدخل. فالدخل عمل ايه؟ شهر وزياده، عندي مبيعات، عندي مثلا ببيع اسهم وهكذا، ده اسمه عباره عن دخل. فالدخل ايه؟ قد الشهر ده يكون يجي زياده او ايه؟ نقصان. طب عندي الثروه هو ايه؟ المبلغ المتجمع لدي في نهايه ايه؟ السنه. الزياده اصبح مثلا تصير معاه مليون ريال في البنك مثلا. يبقى ده عندي انا دي ثروتي. يبقى ده عندي انا مفهوم الدخل هيعادل مفهوم هنا ايه؟ التدفق، والثروه هتعادل مفهوم هنا ايه؟ الرصيد. زي ما قلنا الاستثمار هو يمثل التيار، وراس المال عندي يمثل عندي هنا ايه؟ الرصيد. طب ناتي الى تقسيم علم الاقتصاد. هنا بشأن تقسيم الاقتصاد هنا بنقسمه الى قسمين رئيسيين، اقتصاد جزئي واقتصاد هنا ايه؟ كلي. يبقى عندي هنا اقتصاد جزئي واقتصاد كلي. هنا الاقتصاد الجزئي يستخدم هنا ايه؟ لمعالجة المشاكل الاقتصادية على مستوى الفرد او المشروع. او احنا بنسمينا ايه؟ ان هنا بيسعى او اقتصاد جزئي هنا ايه؟ بيهتم هنا ايه؟ بدراسة سلوك وحدات القرار الاقتصادي. فاحنا عندنا هنا وحدات القرار الاقتصادي يعني هنا هي المنتج والمستهلك. المنتج اللي هو قد يكون المشروع او كشخص او حتى العامل ده يعتبر منتج، تمام؟ يبقى انا عندي هنا وحدات القرار الاقتصادي هو الفرد سواء كان منتج او ايه؟ او مستهلك. او بنقول ايه؟ الوحدات القرار الاقتصادي هو مين هنا؟ هو المنتج والايه؟ المستهلك. فاذا هنا مجال حديثنا منصب على معالجه المشكله الاقتصاديه اللي بتواجه هذا الشخص او هذا المستهلك او هذا المنتج، يبقى احنا ايه؟ في مجال الحديث عن اقتصاد جزئي. اما اذا كان حديثنا بينصب او بيهتم بمعالجه المشاكل التي تواجه المجتمع ككل او الاقتصاد القومي ككل لايجاد الحلول الملائمه لتلك المشاكل مثل تخفيف مشكله البطاله، ارتفاع الاسعار، النمو الاقتصادي، يبقى انا ايه؟ بتكلم على ايه؟ الاقتصاد الكلي. طب ايه المشاكل المتعلقه بالاقتصاد الكلي؟ زي هنا الازمات الاقتصاديه مثل ازمه الركود او التضخم الاقتصادي، او عندنا الامور المتعلقه بالنمو والتنميه الاقتصاديه والسياسات النقديه والايه الماليه وتاثير هذه السياسات على ايه؟ على النشاط الاقتصادي وعلى او سياسات التجاره الخارجيه. ادي عندي هنا الامور المتعلقه بالناتج والدخل القومي واثر هنا ايه؟ التغيرات في الاستهلاك والادخار على هنا ايه؟ على النشاط هنا ايه؟ الاقتصادي. يبقى عندنا هنا الاقتصاد الجزئي هو معني هنا ايه؟ معني بدراسه او معالجه المشاكل اللي بتواجه مين هنا ايه؟ على المشاكل الاقتصاديه اللي بتواجه مين هنا ايه؟ على مستوى الفرد او مستوى هنا المشروع، كلنا على حده. بينما عندي اقتصاد كلي معني بايه؟ بالامور المتعلقه او المشاكل المتعلقه بالاقتصاد القومي. طيب عندنا هنا في ما يسمى سياسات الاقتصاد الكلي. سياسات هنا ايه؟ الاقتصاد الكلي. بصفه عامه احنا هنا بيتم التفرقه بين نوعين من السياسات، نوعين رئيسيين من السياسات الاقتصاديه الكليه. وهذه السياسات هنا اي حكومه بتتبع هذه السياسات بهدف تحقيق اهدافها المختلفه. اذا عندي هنا اي حكومه بتلجا لايه؟ الى السياسات الاقتصاديه تستخدمها لعلاج اهدافها المختلفه. لنجد ان هذه السياسات تتمثل في ايه؟ في سياسه ماليه وسياسه نقديه. اذا عندنا في هنا السياسات الاقتصاديه الكليه تتمثل في السياسه النقديه والسياسه الماليه. طب ما هي السياسه الماليه؟ السياسه الماليه هي تتضمن التاثير في ايه؟ في معدلات الضرائب او معدلات هنا ايه؟ الانفاق او مستوى الانفاق الحكومي. يبقى اذا عندي هنا في سياسه ماليه وفي سياسه هنا ايه؟ نقديه. السياسه الماليه هي سياسه بيتم من ايه؟ تستخدمها الدوله لعلاج بعض المشاكل. اوكي؟ كل سياسه من هذه السياسات لها ايه؟ ادوات. فانا عندي هنا السياسه الماليه من ادواتها الضرائب والانفاق الحكومي. وبالتالي هنا قيام الدولة بالتأثير بمعدلات الضرائب، رفع الضريبة أو خفضها أو زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض إيه؟ هنا الدولة قامت باتباع سياسة مالية.
هذا التغيير في معدات الضرائب او مستوى الانفاق الحكومي هيؤثر على هنا ايه؟ هيؤثر على النمو النسبي القومي الاجمالي سواء في الزياده او في النقصان، هل النمو بيزيد ولا بيقل؟ وبالتالي ايضا هيؤثر معانا على هنا ايه؟ على مستويات التضخم وعلى التضخم. فالسياسه الماليه من خلال بعض التغيرات لها تاثير على ايه؟ على معدات التضخم او معدات النمو الاقتصادي او معدات عندنا ايه؟ البطاله. ايضا السياسه النقديه كاحد السياسات او الذراع الثاني من السياسات الاقتصاديه الكليه ايضا بتستخدمها للتاثير على ايه؟ بعض الامور الاقتصاديه. طب هنا عندنا السياسه الماليه الجهه المنوط بتنفيذها هنا وزاره الماليه. تمام؟ يبقى انا عندي هنا الجهه المنوط بها تنفيذ واطار هذه السياسه من هنا هي وزاره الماليه. بينما عندي السياسه النقديه هي الجهه المنوط بها او من يقوم بتنفيذها هو البنك المركزي او عندنا في المملكه مؤسسه النقد السعودي. يبقى عندي هنا وفي وزاره الماليه مسؤوله عن تنفيذ السياسه الماليه مطبقه، فالبنك المركزي او مؤسسه النقد السعودي هنا هي مسؤوله عن ايه؟ عن تنفيذ السياسه النقديه. كل السياسه من هذه السياسات لها ايه؟ ادوات. قلنا هنا ادوات السياسه الماليه هي انفاق الحكومه والضرائب، بينما عندي ادوات السياسه النقديه عندي منها سعر الخط او بعض مرتفع سعر الفايده، في هنا ما يسمى الاحتياط القانوني، وعندنا عمليات هنا عمليات السوق المفتوح دي ان شاء الله هنجي لهم بالتفصيل في الفصول ايه؟ التاسع والعاشر. بالنسبه للسياسه النقديه قلنا بيقوم بها البنك المركزي او السياسه النقديه من يديرها وينفذها هو البنك المركزي من خلال هنا ايه؟ عده وسائل هدفها ايه؟ او من خلال بعض الادوات زي ما قلنا اللي هي سعر الخصم الاحتياط القانوني الاحتياط عمليات السوق المفتوحه، وهدف هنا ايه؟ التاثير على ايه؟ كميه النقود المعروضه فسواء بالزياده او بالنقصان. فانا عندي هنا زياده كميه النقود هيؤدي الى ايه؟ الى تاثير في معدل التضخم هيزيد، خفض كميه النقود هتؤدي الى ايه؟ خفض هنا ايه؟ معدلات هنا ايه؟ التضخم. وبالتالي هنا البنك المركزي بصفته الجهه المسؤوله عن تنفيذ السياسه النقديه يلجا لايه؟ يلجا الى التاثير في ايه؟ يلجا الى محاوله التاثير في عرض هنا ايه؟ النقود، يا بالزياده او بالنقصان وفقا للهدف. هل هو عايز يعالج التضخم ام يعالج هنا ايه؟ البطاله. هنتكلم دلوقتي عن منحنى امكانيات ايه؟ منحنى امكانيات الانتاج. احنا عندنا منحنى امكانيات الانتاج هو اطار نظري او يعني بناء نظري بيستخدم للحديث او كيفيه ايه؟ المجتمع بيواجه المشكله الاقتصاديه. واحنا درسنا في الاقتصاد الجزئي ان احنا قلنا عندنا اي مجتمع بتواجهه ثلاث تساؤلات، ماذا ننتج وكيف ننتج ولمن ايه ننتج؟ وهنا اي مجتمع لابد ايه ان هو يحدد ما هي السلع التي سوف يتم ايه انتاجها والاليه اللي يتم بها هنا ايه الانتاج. فانا عندي هنا بنجد ان منحنى امكانيات الانتاج هي اداه تحليل هتوسط او تشير الى ايه كيفيه الاختيار بين بدائل مختلفه. يعني انا كمجتمع مثلا هنتج اي سلع، هلجا الى سلع زراعيه ام سلع صناعيه؟ طب لو انا عندي قد السلع الزراعيه قد ايه الكميه وقد ايه الصناعيه وهكذا. فانا عندي هنا منحنى امكانيات الانتاج هو الايه؟ الاداه اللي انا بستخدمها لتسهيل او تبسيط عمليه هنا ايه؟ الاختيار بين البدائل المختلفه. طب المنحنى ده ايه تعريف هنا يا شباب؟ هو عباره عن ايه؟ اي منحنى عباره عن خط او شكل متصل. يعني لو انا عندي برسم خط، الخط عباره عن ايه؟ نقطه ونقطه جنب بعض. فبالتالي اي منحنى عباره عن ايه؟ سلسله من النقاط تمثل كل نقطة بنسميها توليفة، كل نقطة منها من هذا المنحنى تمثل ايه؟ أقصى ما يمكن إنتاجه من ايه؟ من أي توليفة من السلعتين أو مجموعتين من السلع. حتى أنا بختار سلعة سلعتية أو سلعة رأسمالية فيكون عندي عدة ايه؟ بنسميها عدة خيارات أو عدة توليفات. وكل توليفة طالما على هذا المنحنى يبقى تمثل ايه؟ أقصى ما يمكن ايه؟ إنتاجه. فعندي بنجد أن منحنى إمكانيات الإنتاج بيعرف بأنه المنحنى الذي يربط بين التوليفات المختلفة من ايه؟ من اكس وواي والتي يمكن انتاجها من السلعتين باستخدام ايه؟
جميع الموارد المتاحه للمجتمع باقصى كفايه هنا ايه؟ ممكنه. يبقى اذا عندي هنا منحنى امكانيات الانتاج هو المنحنى الذي يربط بين التوليفات المختلفه من ايه؟ من اكس وواي، والتي يمكن انتاج ايه؟ من السلعتين لاستخدام جميع الموارد المتاحه للمجتمع باقصى كفايه هنا ايه؟ ممكنه. ايضا نقول ايه؟ ان منحنى امكانيات الانتاج من هنا يوضح اقصى ما يمكن ان ينتجه المجتمع وليس ما يرغب فيه. يكفر عندنا ايه؟ بالاقصى ما يمكن انتاجه وما يرغب فيه ايه المجتمع. طب يعني ايه اقصى ما يمكن انتاجه؟ انا اقصى اقدر انتاج ايه؟ 10 وحدات. طب انا كمجتمع ارغب في انتاج كام؟ 20 وحده. طب المنحنى ماله هنا؟ يوضح لي اقصى ما يمكن انتاجه، او بشكل اخر مثلا انا كشخص مثلا دخلي مثلا نفسي اسكن في فيلا. هي رغبتي هنا اقرب في السكن في فيلا، لكن الراتب بتاعي يا دوبك يوفر لي ايه؟ شقه صغيره. يبقى هنا في ضوء امكانياتي اقدر ايه اسكن في شقه صغيره، لكن رغباتي اسكن في ايه؟ في فيلا. فاذا عندي هنا منحنى امكانيات الانتاج بيوضح لي هذا الامر، يوضح لي اقصى ما يمكن ان ينتجه ايه؟ المجتمع، وليس ما يرغب فيه. فاحنا عندنا هنا الشكل هنا مبسط لمنحنى امكانيات الانتاج. احنا درسناه مع بعض بالتفصيل في الاقتصاد الجزئي. فعندنا هنا المنحنى هو قلنا ايه ماله هنا بيربط او ايه عباره عن مجموعه من النقاط، نقطه تقول A ودي B وسي ودي وي وإف، فممكن يكون بين نقطه A وB نقطه ثانيه. فانا عندي فدي نقطه ودي نقطه ودي نقطه ودي النقاط. اوصل هذه النقاط ببعضها البعض بحصل على هنا ايه؟ احصل على هنا ايه؟ احصل على منحنى امكانيات الانتاج. طب كل نقطة من هذه النقاط ماذا تعني؟ ده النقطة A أو النقطة B أو النقطة C أو النقطة D أو النقطة E. أي نقطة من هذه النقاط تشير إلى إيه؟ لأن المجتمع استخدم موارده بالكامل. تمام؟ استخدم موارده هنا إيه؟ بالكامل. يبقى إذا كل نقطة من هذه النقاط تشير إلى إيه؟ إلى أن المجتمع استخدم جميع موارده بالإيه؟ بالكامل. باقصى هنا ايه؟ كفاءة ممكنة. وانتج الكمية اللي هنا. فانا عندي النقطة الأولى اللي هي النقطة رقم ايه؟ تعني ايه بالنسبة لي؟ تعني أن المجتمع استخدم جميع موارده. تمام؟ استخدم موارده جماعه بالكامل وانتج هنا ايه؟ انتج هذه الكمية من السلع الرأسمالية ولا شيء من السلع ايه؟ الاستهلاكية. يبقى النقطة المختصرة على المحور الرأسي تعني هنا ايه؟ أن المجتمع استغل موارده بالكامل ووجهها جميعها في انتاج كميه ما من السلع الراسماليه ولا شيء من السلع الاستهلاكيه او من السلع واي ولا شيء من السلع اكس. بينما النقطه اللي تقع على المحور الافقي تعني بالنسبه لنا ان المجتمع استغل موارده بالكامل وانتج هذه الكميه من السلع الاستهلاكيه او السلع اكس ولا شيء من السلع مين؟ ولا شيء من السلع واي. طب النقطة دي وسي ودي تعني هنا ايه؟ ايضا تعني الاستغلال الكامل لجميع هنا ايه؟ الموارد. الا ان فازين نقملها بينتج كمية من اكس وكمية من مين من واي، او كمية من السلع الاستهلاكية وكمية من السلع الرأسمالية. وكلما كانت النقطة اقرب للمحور الافقي ماذا يعني هو؟ ان الكمية هنا ايه؟ الكمية المنتجة من السلع على الاكس اقصى من مين؟ من واي، والعكس صحيح. يعني مثلا عندي النقطة دي واضح هنا ايه؟ ان الكميه المنتجه من السلعه واي اقصى من الكميه المنتجه من السلعه مين؟ اكس. بينما النقطه دي تعني ان الكميه المنتجه من السلعه اكس اقصى من الكميه المنتجه من السلعه هنا ايه؟ واي. طيب عندي نقطتين اخرتين هي النقطه اف والنقطه مين هنا عندي هنا؟ جي. النقطه اف ماذا تعني بالنسبه لنا؟ تعني ان ايه؟ انه يمكن انتاجها الا ان ايه؟ هناك اهدار للموارد. يبقى النقطة F دي بتسميها تقع داخل المنحنى. والنقطة اللي تقع داخل المنحنى بتعني هنا إيه؟ إلى أن المجتمع لا يمكنه إنتاج هذه النقطة، يمكنه إنتاج هذه النقطة إلا أنه إيه؟ هناك إهدار للموارد، في تقاطع كده. يعني أنا اشتريت حاجة ومش محتاجها كلها. فما قدرت أشتريها. بس ما هذه الحاله من عندي هنا ما استغلتش كل مواردي، في عندي انهدار في ايه؟ في الموارد. يعني كنت طالب مثلا عنده امتحان، عنده امتحان غدا وامامه 5 ساعات وذاكر بس ساعتين، يبقى معناته عمل هنا ايه النهارده؟ ذاكر بس ساعتين، مع انه كان هو اقدر ايه؟ 3 ساعات من وقته.
ده موارد مالها متاح. اوكي طيب النقطه دي تعني ايه بالنسبه لنا؟ تعني انها خارج امكانيات المجتمع، تفوق امكانيات ايه؟ تفوق امكانيات المجتمع. يبقى النقطه عندي دي هنا مالها؟ تفوق امكانيات ايه؟ المجتمع. طيب هل المجتمع يمكن تجد النقطه؟ لا، زي ما وضحت دلوقتي انا نفسي اسكن في فيلا وامكانياتي غير ايه كافيه. يبقى اذا النقطه دي مالها؟ تعني انها ايه؟ انها تفوق مواد المجتمع. طب انا عشان انتجها محتاج ايه؟ حاجه اسمها نزود الموارد او نحسن التكنولوجيا المستخدمه. ده عشان اوصل لها. اوكي يا شباب، يبقى عندي النقطه A وB وC وD تمثل مالها هنا؟ تعني او تمثل الاستغلال الامثل لموارد المجتمع. بينما النقطه F تعني ايه؟ اهدار لموارد المجتمع. النقطه دي تفوق امكانياتنا ايه؟ المجتمع. طيب لو انا كمجتمع بنتج عند النقطه F ورغبنا في الوصول الى النقطه A او B او C او D او E، يمكن لا يمكن؟ نعم يمكننا الانتقال من نقطه داخل المنحنى لنقطه على المنحنى. طب هذا الانتقال بيتطلب مني شيء؟ لا، لا يتطلب عني اي شيء، يعني مش محتاج مني الا موارد اضافيه ولا احدث التكنولوجيا. في ضوء مواردي اللي معايا هقدر ايه؟ انتقل لهذه ايه؟ النقطه. طب ايه النتيجه عندي هنا؟ النتيجه هو ايه؟ هو زياده في الانتاج، يا اما في كلا السرعتين او احدهما على ايه؟ على الاقل. طب ازاي فعلا؟ يعني لو انا انتقلت بشكل راسي ها؟ هتكون زياده في السرعه واي فقط. لكن لو انتقلت بشكل افقي كده يبقى زياده في السرعه مين؟ في السرعه اكس. بينما لو انتقلت بشكل مائل فالزياده في ايه؟ في كلا هنا ايه؟ السرعتين. يبقى اذا هنا الانتقال من نقطه داخل المنحنى لنقطه على المنحنى لا يتطلب اي شيء ويؤدي لايه؟ الى زياده انتاج كلا السلعتين او احدهما على ايه؟ على الاقل. بينما الانتقال من نقطه لاخرى على نفس المنحنى هيؤدي الى ايه؟ الى زياده في انتاج احدى السلع ونقص في الايه؟ في الاخرى. يعني ما زلنا انتقلنا من النقطه دي الى النقطه دي، ايه اللي حدث عندي هنا؟ زياده في انتاج السلع اكس ونقص في السلع مين؟ واي. طب لو انتقلنا مثلا من السي الى البي ده عباره عن ايه؟ زياده في ايه؟ في السلع واي ونقص في السلع مين؟ اكس. يبقى اذا الانتقال من نقطه لاخرى على نفس المنحنى لا يتطلب منا اي شيء ويؤدي الى ايه؟ الى زياده في انتاج احدى السلعتين ونقص في انتاج السلع هنا ايه؟ الاخرى. طيب بالنسبه للنقطه خارج المنحنى، لو انا عاوز انتقل من على المنحنى من A او B او C او D او E او من نقطه F داخل المنحنى لنقطه G خارج المنحنى، ده قلنا مالها هنا؟ بيتطلب زياده ايه؟ بيتطلب زياده موارد هنا ايه؟ المجتمع. طب ايه النتيجه؟ انا عندي راجل النتيجه عندي ايه؟ زياده في انتاج احدى السلعتين أو كلاهما. إذا لما بنتقل من نقطة F أو النقطة A أو B أو C أو D أو E هيؤدي لإيه؟ زيادة في إنتاج إما السلع X أو السلع Y أو كلا هنا إيه؟ السلعتين. كده تكون إيه؟ يعني وصلنا لختام لقاء اليوم. سريعا كده يا شباب، النهارده اتكلمنا عن حاجات بسيطة كده يعني كمقدمة في علم الاقتصاد. عرفنا هنا ما هو المقصود، إيه المجالات اللي بتهمني أنا في علم الاقتصاد، ايه اسباب جذور المشكله الاقتصاديه. ايضا هنا عرفنا علم الاقتصاد وعرفنا ما هي المشكله الاقتصاديه واسبابها، واتكلمنا على المجالات علم الاقتصاد اللي بندرسها فيها اقتصاد كلي، ثم اتكلمنا هنا على بعض المفاهيم، واخيرا اتكلمنا على هنا ايه، ايضا اتكلمنا على تصنيع الاقتصاد من جزء الكلي، ثم اتكلمنا على ايه؟ على منحنى هنا امكانيات هنا ايه؟ الانتاج. فيها اسئله يا شباب؟